هي رجال قرروا أما أن يطردوا هذا الإرهاب وأما أن يستشهدوا. وهذا تبرير لموضوع الأخطاء الذي تم الحديث عنه. صح، أنا لأنه بعدين رح نجي عندما تشكر الحشد لا صار فحص طبي ولا طلب من أحد أن يجيب السيرة الاجتماعية ولا قالوا له جيب لنا ورقة أنك مش محكوم سابقا. هنا أستاذ مشعان تسمح لي أسأل عن الجيش الوطني العراقي. نعم. الجيش الوطني العراقي أين هو؟ يعني اليوم عندما نتابع معارك الموصل نحن أمام قوات مكافحة الإرهاب وأيضا الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. الجيش الوطني العراقي نسمع بأنه في مدربين غربيين يأتون إلى العراق يدربونه يؤهلونه. حتى لا نظلمهم. الجيش